بكده يبقى مازال الزمالك في المقدمة برصيد 39 نقطة من 17 مباراة. الأهلي في المركز الثاني 36 نقطة ولكن من 15 مباراة، عنده مباراتين مؤجلتين مع الجونة ومع أسوان، لو كسبهم ياخد 6 نقاط ويروح للنقطة 42 ويعتلي فوق الزمالك بثلاثة نقاط. بيراميدز بدأ يخش في المعمعة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة. المصري النهاردة مدال عند النقطة 29 من 19 مباراة. نرجع بقى ونبص تحت خالص، تاج الحربي مدال يتزيل جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 18 مباراة، وبنفس عدد المباريات 18 مباراة بنك الأهلي 14 نقطة. ثم الإسماعيلي في المركز 16 ب 14 نقطة من 18 مباراة، موقفه حرج جدا وعنده مباراة مصيرية يوم الجمعة القادم. ثم وادي دجلة في المركز ال 15 16 نقطة من 19 مباراة. مباريات المقبلة في هذا الأسبوع، الزمالك والمقاولون العرب في الجولة ال 18 إن شاء الله بعد بكرة الخميس، كل الماتشات 9:30 مساء. يوم الجمعة عندنا مباراتين، الأهلي والجونة هي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي، وفي نفس التوقيت البنك الأهلي أمام سيراميكا، سيراميكا مع الكابتن ضياء السيد في أول مشواره مع الفريق، والبنك الأهلي الذي ما زال يعاني بقسوة في هذا الجدول.